الهدف هي النصارى يعرفوا شنو هو الاسلام وعلاش كنعملوا رمضان ونقربوا معنا باش ما يبقاوش بعادين. ما كانش حتى يوم مازال يكون سوسي ما كاين والو ما كاين والو. الشعور مزيون وكاين الاسبان كيطلعوا من السراجم والناس فرحانه والله العظيم واحد الاجواء اللي زوينه 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 بزاف. رمضان مبارك. رمضان مبارك. رمضان مبارك. رمضان مبارك سعيد. انا طارد تطوم دكري برشلونه الباري سون فرانكا y estamos aquí para un farem un sopar de germanos. Yo creo que los españoles piensan cuando ven esto es como nuestro pueblo muy solidario. حيت الاذان هنا في اسبانيا ممنوع ترفع في الجوامع او اللي ترفع برا، فاليوم غادي نقدروا احسننا شرف اننا نسمعوا الاذان برا وحتى النصارى كل شيء غيسمعوا الاذان. الله اكبر الله السلام عليكم ارمانو ديالنا كي دايرين لاباس عليكم رمضان مبارك سعيد نتمنى تكونوا كلكم في صحه جيده ان شاء الله كما كتشوفوا الاجواء ديال رمضان ضروري خصنا نوثقوا لكم افطار الجماعي للمغاربه او المسلمين هنا في اسبانيا عرضوا علينا واحد الجمعيه واحد الناس الله يجزيهم بخير عندهم مسجد هنا في زونا فرانكا برشلونه بالضبط وغادي يمشيو باش نوثقوا لكم هذا الفطور الجماعي كيفاش كيكون الماكله اللي كتكون فيه والطريقه يعني كيفاش كيقدموه وحتى الاسبان كيفاش كيتقبلوا هذه الفكره خليكم معنا الاخوان غادي نمشيو دابا لذاك المركز وغادي نبداو معكم التوثيق ديال هذا الافطار الجماعي وغنوثقوا لكم اي حاجه بالتفاصيل على بارك الله بس خصك كيما شفتوا وصلنا للمسجد هذا هو المسجد شوف ما شاء الله يعني كلشي زاهي كلشي خدام الماكله كتحاط والناس كتشوف بس حاجه زوينه بزاف غادي نخليكم معنا غادي نضربوا شي دويره غنشوفوا ديك الماكله الشباكيه وديك الشيء اللي موجود واخا السلام عليكم. مرحبا بك. لاباس بخير هانيا عواسر مبروكة. طيبة عليكم بالصحة والسلامة. الله يحفظك. سير مولانا. اجي قول لي. قول لي. هاد الشهيوات هادو إن شاء الله، شكون اللي غادي ياكلهم؟ شكون اللي غيفطر بهم؟ أخويا غيفطروا بهم الناس كاملين إن شاء الله، الناس اللي غتجي معنا برا والدراري مساكن اللي كيجيو من سينترويات كيفطروا هنايا في مجد السفلي هنايا لتحت. ما شاء الله وبالنسبه وكاين حتى اسبان بالنسبه لاسبان حتى هما كيجيو يفطروا معنا اوكي وهذا الافطار هذا جماعي كيكون يعني تقريبا كل عام ولا كل عام وشنو الهدف ديالو؟ الهدف هو تشرح نشرح الناس بان هذا الشهر هذا اش كيعني لنا حنايا اش كيعني بالنسبه لينا حنايا وكنحاولوا من هذا الافطار هذا نخلقوا روح التعاون والمحبه وكنبينوا الصوره ديال المسلمين المسلمين الله يحفظك التضامن ديالهم الله ينورك وهذا الشيء ذاك كيشهي اخويا وحدي راسك مع ياك ما بقى والو ان شاء الله تعطيني وحيد انا من هنا ومن هنا ومن هنا خذ مرحبا الله يحفظك شكرا الله يسهل عليك مازال التحضيرات ديال الافطار الجماعي كما كتشوفوا الناس كلشي قايمين بواجب ديالهم كلشي كيقدم الافطار ولكن كاين واحد التخوف تخوف واحد اللي هو من الامطار لان قالوا باللي اليوم مع السبع العشيه غيطيح الشتاء فالاذان مع 27 دقائق تمنوا على الله يكون داز كلشي بخير ان شاء الله ما يكون حتى شي حاجه طيح الشتاء من بعد الله يرحمنا المهم دوز هذه السهره هذه او هذه الحفله هذه العيد ديال الافطار الجماعي. بس خوتي كما شفتوا هذا الافطار الجماعي اللي كاين هنايا في برشلونه بالضبط في زونا فرانكا كاين فيه حتى الشابات والشباب ويعني النساء وكل شيء كاين. معنا الاخت ان شاء الله غادي نسولوها. السلام عليكم اختي ديالي. وعليكم السلام. رمضان مبارك سعيد. رمضان مبارك. اختي بغيت غير نسولك يعني هذا الافطار هذا كيكونوا مخلطين فيه النساء وفيه رجال ياك. وفيه مغربيات وفيه حتى النصارى غادي يحضروا ان شاء الله. ان شاء الله. غادي يحضروا. بس اختي بغيت نسولك يعني شنو الهدف من هذا الافطار اللي كيكون جماعي والنصارى كيشوفوا شنو الهدف ديالو؟ الهدف منه؟ الهدف هي النصارى يعرفوا شنو هو الاسلام وعلاش كنعملوا رمضان ونقربوا معنا باش ما يبقاوش بعادين وما
سمعوا شي هضره من الناس ولا مي تنعرف شي ناس مي كيهضروش مزيان يعرفوا شنو رمضان. يعني كنبين لهم ديك الصوره ديال المسلمين الحقيقيه. أيه. يعني حيت كاين هنا مخلطين يعني كما يعني الناس يعني بحال الارطب وحجر كاين الزوين وكاين الخايب. يعني كنوصل لهم ديك الفكره ديال المسلمين كيفاش دايره ياك وفي هذا الافطار كيجيو النصارى هنا كيشاركوكم؟ اه يعني كيشاركوا هنا؟ اه قلنا لهم وقالوا مرحبا يعيشوا ان شاء الله. الناس اللي عيدوزوا تا هما نقولها لهم. وبالنسبه للماكله ويعني كتعجبهم الماكله ديالنا؟ معلوم الماكله العربيه. شنو دايرين لهم في الفطور اختي؟ كاين الحريره. كاين الحريره ضروريه فطور. الحريره شنو خو؟ كاين اتاي. مرحبا. كاين كراسان ديال بالشوكولات. كاين بزاف ديال الحاجات. كواحد الرغيفات شباكيه كسكسو. كسكسو كاين حتى هو. وكسكسو صايبتوه هنا يعني في الجامع؟ لا عملناه في الدار هادشي هنا. اوكي اوكي. كويس اختي ديالي يعني هادشي هذا كيفرح يعني تقريبا حنا كل عام كنصوروا هذا الافطار وهادشي كيفرح يعني كيشجع الشباب وحتى النصارى يعني كيخليهم يدي واحد الفكره على الاسلام وكنظن كاين بزاف الناس اللي قدروا يدخلوا الاسلام غير من طرف يعني من هذا الافطار اللي كيكون ياك. ايه معلوم تجي واحد المراه يمشي مسلمه ولكن كتعلم على الاسلام وعاد شي واحد تصلي معنا وعاد عرفها على رمضان وعاد تشوف الافطار بوركي تنعرف الناس ملي كيدخلوا الاسلام كيكونوا بوحدهم ما عندهمش مع من يكونوا في الافطار ومي كيجيو كيفرحوا كيكونوا الناس مسلمين بحالهم ولا تنعرف. سي 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 عندك صح. بغيت نسولك انت اختي خالقه هنايا ولا في المغرب؟ لا هنايا. وكتهضر بعربيه مزيان؟ عزيزه كتعلم. الله يخليها لك ولا ماتت مسكينه. الله يرحمها. الله يرحمها بوبري في هذا النهار هذا. بغيت اختي كنشكرك بزاف وعلى هذه الكلمات اللي قدمتي لنا ورمضان مبارك سعيد وكنشجعك اختي والله تحيه لك كبيره بوركي انت راكي قدوه للمسلمات اللي عايشين هنا يعني تخلقتي هنا وكتهضر بالعربيه بيرفكت انت اختي كنشكرك والله. شكرا لك اختي. كما كتشوفوا الاخوان كاينه الطابله فيها جميع الماكولات المغربيه ولكن كاينه واحد الحاجه اللي هي ضروري تكون في اي طابله اي مائده مغربيه اللي هو براد اتاي مشحر. يعني نشوفوا ان شاء الله البراد اتاي المشحر مع عند با الصحراوي وغادي نوريكم. مرحبا بكم. الا ما كانش اتاي ومازال يكون سوسي ما كاين والو. ما كاين والو. تحية للناس المغرب كاملين سواء سواسة صحراء والشمال الغرب الجنوب من طنجة حتى للقويرة. ان شاء الله مازال نضربوا عندك دويرة من عيوش هذيك الشيء نشوفوا نشوفوا واش اتاي بالكشكوش ولا ماشي بالكشكوشة بالرزة لكن الفطور ضروري اتاي ان شاء الله ضروري احنا ما كنفطرش الا دي. شحال عندك هنا في اسبانيا سي فريد؟ 36 عام ما شاء الله. 36 عام ما شاء الله. هذا الافطار الجماعي اللي كيديروا بالضبط في هذه الجوامع ولا نهضروا بالضبط في هذه الجامعه ديال زونا فرانكا واش كيكون كل عام ولا كنا دينا حنا هذا الجامع عنده 10 سنين ما شاء الله. 10 سنين درنا مره واحده مره واحده وجا هذا الكوبي وهذه وهذه ما وقفنا وهاد العام اللي فات كنا بغينا درنا وما ما وصلناش. بالنسبه يعني الافطار كيدار برا واش كتاخذوا شي توريزاسيون ولا كيسي كانت ديوا كيتساعدوا مع المسلمين؟ المسلمين شتي دابا راك كنا جاو اوربانوس قبيله في البوليس البوليس سقساونا قال لك عندكم كل شيء نقصوا شي شويه في الصوت من الصوت نورمال حنا عندنا الريزوسيون كلشي بس كنظن اخي الحمد لله يعني الحمد لله الافطارات هادو ولاو كيعرفوا الثقافه الاسلاميه كيفاش دايره النصارى كاين المغربيه كاينين هاد الباريو اللي هنا عارفين كلشي عارفين كلشي المغاربه. 36 عام عندك انت في هاد الباريو ولا مخلطه شويه؟ الاول هنا برشلونه كنت ساكن باراليلو من باراليلو جيت لهنايا وكل قريب كلشي قريب. واحد 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 الحاجه غادي يعني كنحييكم عليها بزاف يعني جزاك الله والله على الشباب والوليدات وليدات المسلمين اللي خالقين هنايا تما كيطلعوا كيتربوا في الاجواء هذه. على هذا الشيء اللي كنديروا هذا الشيء حنا خصنا الوليد ديالنا يطلعوا يوري لهم هذا الشيء كلشي يعرفوا يعرفوا ديالنا كيفاش الاسلام. هذا الشيء اللي حنا اللي بغينا هذا الشيء كنكافحوا على هذا الشيء حنا كنكافحوا على هادشي وليدينا كيتشوفوا فينا واش كنديروا ربي سبحانه وتعالى
حتى هما يزيدوا لقدام يديروا واحد واحد لوخيت ثاني هما يوليو يديروا Hoy hacemos el iftar para acercar la cultura y la religión musulmana a los españoles y a los cristianos para que puedan acercarse más a nuestra comunidad y no sentirlo como algo extraño y cuando les reciban informaciones sepan contrastar lo que es verídico y lo que no y que sepan que los musulmanes no somos ni terroristas ni nada de eso, que somos gente de paz y que lo que hacemos hoy aquí es para mostrárselo. كنقدموا الشكر يعني الجزيل ديال هاد الناس اللي واقفه واللي اللي عدلت هاد الماكله واللي كتقوم يعني بهاد بهاد الافطار. كنشكركم بزاف 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 يعني كتبين واحد الصوره زوينه يعني لهاد الاسبان اللي عايشين هنايا. كنوريهم يعني المسلمين كيفاش دايرين كيفاش متحدين وكيفاش يعني كرامه. الصور مزيون وكاين يعني الاسبان كيطلوا من السراجم والناس فرحانه والله العظيم واحد الاجواء اللي زوينه 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 بزاف. كما كتشوفوا كل شيء خدام كل شيء مطوع كل شيء مطوع في سبيل الله باش يعمروا الطابله هذه باش انهم يبينوا بالدين ديالنا بالاسلام. عرفت شنو انك مائده الافطار افطار رمضان في دوله غير مسلمه هذا بحد ذاته تعبير على الاسلام ديالنا وطريقه كيفاش تقنع الناس باش يدخلوا معنا الاسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى. الحمد لله. بغيت نسولك شحال عندك هنا في هذا الباريو بالضبط؟ هنا في الباريو 44 عام وانا هنا في الباريو سونا فرانكا. ما شاء الله 44 عام. 44 عام. بالنسبة لهذا الإفطار هذا يعني شنو الهدف منه؟ بونو هذا كيعملوه عندك على الجيران وعلى كل شيء على فهمتي ان شاء الله ويسين وشو بعين شنو كيكير هذا الشيء اللي فهمتي الجيران هذا كنعملوا هذاك الشيء هذاك الماكينة هذا على الشيء هذاك فهمتي راه كي شون بريتينيموش مال يا لو صابع ما ناكلو مورو كي دخلو مورو كي نو يبينوا لهم الصوره الحقيقيه كلارو ايو تيني كصابير حنايا ماشي طوب الامور ماشي بحال بحال كل شيء فهمتي يا 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 وهاد الكلمه ديالهم عندك صح وهاد الكلمه ديال مورو ما كتقلقش اليوم وانا انا انا عندي بحال فهاد اللي يقول لي بحال اللي يقول لي اشرب القهوه الحبيب نقول له اشربها انت الا بغيتي نورمال porque por verdad es en sí la palabra moro hay que saber el significado ya yeah, شنو كتعني بغي شنو كتعني palabra significa el palabra moro significado هما هنايا حين كيكونوا كيبوتيسارهم كيعملوا لهم بوتيسو اها هذوك اللي ماشي مبوتيساو كيقولوا لهم مورو وبقات هذيك كيرون palabra moro en árabe no existe no es sí 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 no existe المهم حنا الهدف ديالنا كنبينوا لهم كنبينوا لهم يعني الثقافه الاسلاميه كيفاش دايره في رمضان وكنظن دابا اللي هنا في هذه الحومه الاغلبيه عارفين دابا يعني النصارى ولاو عارفين رمضان شنو هو رمضان و... لا لا عارفين كل شيء لان انا اللي ما جاتنا ماشي مزيانه فهمتي شنو الى جات سيمانه ساندا اما ما كانوا جو بوليتيكوس كاملين وكم socialistas, Unión en Podem, Esquerra, كاملين كانوا ديجو لكن كلارو تكون على برا كاملين عيط لهم كاملين قال لي محمد قال لي احنا على برا كان قال لي تسنى سيمانه ثانيه كنمشوا على برا كامل حاج برا كاتالان وانا شي شي بلو كاتالان كويس تقدر يعني عليكم السلام تقدر تبارك للناس اللي غيشوفونا في المغرب والناس نابيرو بالكاتالان بالي بالي اوكي كاتالان 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 اوكي Muy buena tarde a todos de Barcelona, al barrio Zona Franca, y estamos aquí para un faremos un sopar de hermanos, y a mí se me es que es para todos los musulmanes, igual que sigue Marrocos o Argelí o lo que sigue, argelinos, es para todos los veïns de aquí del barrio, porque claro, nosotros aquí estamos y somos muy estimados por el barrio. Entens? I per això estem aquí, farem tot això, encara a tots perquè que ells, tant nosaltres com ells, tenim un bon... No, no sé què vol dir, la cosa que sepan ells, que tots els que, no, que a la vegada diuen no, los moros, home, és que no són tots el mateix, no són el mateix. Ni hi ha moros bons, ni hi ha moros mals, i com els espanyols, com tota la raça del món, entens? حاج كنشكرك بزاف ما خصنا عليك حتى شي حاجه كنشكرك بزاف ما شاء الله لا كاتالان كاسيانو ما شاء الله والله yo creo que los españoles piensan cuando ven esto es como nuestro pueblo muy solidario como van juntos siempre es un pueblo que siempre se apoya y eso le gusta هذا الافطار اللي كتشوفوا الاخوان ما يمكنش ندوزوه مرور الكرام بلا ما نوقفوا على واحد جوج رواكز
ديال هذا الافطار هذا. رئيس الجمعيه الاسلاميه لهنايا في هذا الجامع هذا اللي كينظم هذا الافطار والفقيه ديال الجامع او الامام المسجد حتى هو غادي يعطينا الكلمه ديالو هو رئيس الجمعيه باش يعرفونا اكثر على هذا الشيء هذا اللي كيديروا دابا. كما كتشوفوا الاخوان معنا رئيس الجمعيه اللي متكلف بهذا الشيء كامل ومنظمين هذا الشيء كامل. استاذ كيداير لاباس عليك؟ بخير. اول حاجه كنحييوك وكنشكروك على هذه المبادره اللي دايرين نتوما اللي كتقوموا وكتسهروا عليها على ارضاء المسلمين المغاربه هنايا. بغيت نسولك كيفاش احتاجتكم هذه الفكره انكم ديروا افطار جماعي هنايا؟ والله اش نقول لك، هي الفكره هي خدينا تجربه من المساجد وحدين اخرين، ماشي حنا الاولانيين اللي غنديروا هذا الشيء هذا، وانما الفكره تجي هكايا من الناس اللي داروها مسبقا وحنا تنكونتينوا. حنا ارتعينا ان هذه البلاصه هذه هذا الباريو هذا باش خصو حتى هو هذا ضروري، لان الباريو فيه مسجد وفيه مسلمين وفيه نصارى، خصنا النصارى يتعرفوا على الدنيا. فشنو الشعور ديالكم ملي كتشوفوا مثلا بحال هكا ما شاء الله كاين مسلمين وكاين نصارى متخلطين ومتحدين وكيفطروا مجموعه، شنو كتحسوا الاحساس ديالكم ديك الساعه؟ نقول لك اي واحد اللي هو تيحب السلام تيحب الاخر، يعني ماشي تحب راسك، تحب راسك وتحب حتى الطرف الاخر، يعني لا بد ما غتكون عندك شعور زوون، يعني تتحس بانك عطيتي واحد الحاجه. وكنوصلوا واحد الفكره يعني للناس اللي هما غير المسلمين، هاد الدين ديالنا كيفاش داير، يعني هكا كتكون واحد الفرصه انهم يتعرفوا على الدين ديالنا اكثر. كنشكروك الاستاذ على هاد المبادره هذه وكنحييكم، ان شاء الله تستمروا فيها كل عام ان شاء الله. غير هو غادي يكونوا معكم شي شخصيات هنا، شكون يكونوا حاضرين معكم؟ وللاسف كما تعرفوا اليوم جينا في واحد الفيتشه هي ديال السيمانه سانتا، فيشطه عطله، الناس المسؤولين خرجوا عطله، يعني كان التزام، كان يعني هذه القضيه هذه ما غيحضروش معنا شي مسؤولين، لان كانوا في السنوات اللي قبيله حيت كدرنا واحد هذه واحد العامين درناها، ولكن هذا العام هذا ما حصلش نصيب. ولكن اللي مهم هو هذا اللي حاضرين راه فيهم الكفايه. كنشكرك استاذ ورمضان مبارك سعيد. الله يبارك عليك الصحه والسلامه. ضروري ضروري في هذا الافطار غادي نهضروا مع يعني امام ديال المسجد السي رضوان الله يعمر له الدار، اللي كان هو عنده يد فهاد رمضان كامل كان كيصلي بالناس تراه وحجز الله خيرا، وتا هو عنده الفضل في الافطار غادي نسولوه. سي رضوان كيدير اخاي؟ الحمد لله بخير. عواش مبروك رمضان مبارك سعيد مع جميع المسلمين. الحمد لله. سي رضوان بغينا غير نسولوك على الهدف من هذا الافطار الجماعي اللي كديروا كل عام، شنو هو الهدف ديالو؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاه والسلام على اشرف المرسلين. الحمد لله نحن نتواجد في مدينه برشلونه وبالضبط في مارينا زونا فرانكا. قامت الجمعية دار القرآن بمبادرة إفطار الجماعي مع الناس في الحي مع المسلمين وغير المسلمين، والحمد لله نجد إقبالا كثيرا ويظهر على وجوههم الفرح والسرور، وهذا الإفطار يزيدنا التقارب فيما بيننا حتى يعلم الناس هذا الدين دين تسامح ودين تقارب ودين يصلح بين جميع الأجناس، والحمد لله هذا ما نتمنه ولله الحمد. بالنسبة لهذا الإفطار واش كل عام كديروه ولا غير هذا العام هذا؟ نعم هذا الإفطار يكون كل سنة إذا تيسر الأمر الحمد لله، وهذه يعني سنتين متتالية ونحن نقوم بهذا الإفطار الجماعي ولله الحمد، يعني كل شيء على ما يرام. سي رضوان جزاك الله خيرا. كما قال لنا الفقيه ديالنا السي رضوان باللي غادي يكون واحد الأمدح نووية وغيكون الأذان هنا على برا. اهم حاجه اخوتي واللي كتفرحنا حنايا واللي غادي تفرحكم حتى نتوما هو الصوت ديال الاذان ان شاء الله يا ربي الحبيب، غادي ترفع في شوارع برشلونه وكل شيء غادي يسمع هذا الاذان، وهذا هو الفضل الكبير وهذا هو الاهم هذا الافطار. علاش؟ حيت الاذان هنا في اسبانيا ممنوع ترفع في الجوامع او اللي ترفع برا، فاليوم غادي نقدروا احسننا شرف اننا نسمعوا الاذان برا، وحتى النصارى كل شيء غيسمعوا الاذان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم
أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Buenas tardes, buenas tardes. Como os ha dicho mi compañera de la Asociación Amal, os explicaré más o menos en qué consiste el mes del Ramadán. El mes del Ramadán es aquel en el que en el Corán fue revelado, como guía para la gente y como signos claros que muestran el camino correcto y distinguen entre el bien y el mal. El mes del Ramadán rezamos para que Allah subhanahu wa ta'ala acepte nuestro ayuno, traiga justicia rápida a nuestra umma y nos permita estar más cerca de nuestra fe y din a lo largo de este mes. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة صحتكم.